انتدابات سالا اون ليتيج، ولكن على الاقل تنفعتي رياضيا. المشكل انه كاين بعض الانتدابات اللي انتهوا بالليتيج وكتشوف انه اللعب يمكن لعب بعد دقائق ولكن اللعب اللي ما لعبهمش كاع. دونك سي بور سا خدينا وقتنا ونشكر الجمهور اللي صبر علينا، هذا هو المهم. كنتمناو باش الانتدابات غادي يكونوا في محلهم، واخا مازال خصنا نزيدوا نعزوا الفريق، وان شاء الله كنتمناو قبل من لافان ديال الميركاتو باش نعزوا الفريق. جوج ولا ثلاثة أجانب مغاربة؟ أجانب إن شاء الله، داكشي علاش خلينا البلاصة. سي أن بون سنتيمون باسكو أون أفي بيردو أ فيست، أون أفي أكور دو سو روبخوندر، أو فينال أون أغاني، سا في بليزير. مانان إيفو كونتينيو سور سيت لانسي، فو بخوندر ماتش أبخي ماتش، تو دوني إيسيي دو تو غاني إن شاء الله. سي إنكرويابل. C'est vraiment incroyable quand tu es sur le terrain et que tu entends les supporters crier, ça te donne encore un second souffle et que tu es obligé de tout donner pour ces supporters. Sinon, on n'est pas des footballeurs si on ne fait pas ça. Donc, on va tout faire pour leur rendre sur le terrain et alhamdoulilah, on a les meilleurs supporters du monde. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.